أنا أرى أحيانا والله يعني البعض لا يدخل إلى المسجد حتى تقام الصلاة، يتعمد هذا، يتعمد أنه لا يدخل إلى المسجد حتى تقام الصلاة. لماذا؟ حتى لا يؤم الناس. ثم عندما يتقدم أحد يعني من الفرق الضالة أو إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة مثلا، بعد الصلاة يبدأ يتكلم ويتكلم ويتكلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ما يحدث عند بعض الناس في هذه الأيام كثير، يعني عندما نكون مثلا في سفر إيش نصنع؟ عندما تقام الصلاة تفضل تفضل تفضل، صحيح؟ هذا اللي يحدث الآن، هذا مخالف للسنة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كنت تعلم أنك أقرأ القوم تتقدم ولا تكلم أحد. ولهذا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه لم يبالي بأحد، صعد المنبر، قد يقال ويقال ويقال عنه يريد لم يبالي، أنه لأن الصديق رضي الله عنه يعلم أن هذا الموضع لابد فيه من القيام، لابد أن يقوم، فقام. فأخواننا يعني من يعني يسير على هذا الطريق الدعوة السلفية أخواننا، هل يعقل أننا يعني نتقاعس، نتأخر، نترك المجال؟ والله ما يمكن أخواننا. لا تفتي، نعم لا تفتي، لكن الذي يعني تثق فيه 100% ولا تشك فيه 1%، يا أخي علموا الناس، تقدموا المساجد، المحاضرات، الخطب، الدروس.